بهدف شبيبه القبائل التي سجلت الهدف في اللحظات الاخيره في الدقيقه 93. زين. نعم، الشبيبه اللي كما قيل في بين الشوطين قلنا بلي ان الشبيبه اذا كان كملت في هذا النمط وفي هذه الصيغه اللي كانت تلعب بها في الشوط الاول، استحواذ على الكره والتمريرات، الكره على الاروقه، كان راح تشكل خطر على شبيبه قسنطينه. يعني بالضبط واش قلت انت مزيان في التحليل تاعك في الشوط الاول، تدريس كان موافقك انه الاحتفاظ بالكره يخلي بعض المساحات، وقال ثقل ايضا الدفاع خاصه المحوري بالنسبه للشباب هو اللي خلى هذا وزياده نشاهدوها. نعم. شوف هنا بعد هنا ما فيه لا لمس ولا شيء اخر، يعني هنشوف هنا لقطه محمد يوبي مش متاكد ان فيه وضعيه تسلل ام لا، لانه الصوره غير واضحه، يعني نعترف بذلك. طبعا نحن نحاول نبقاو فقط من الناحيه التقنيه ثم نمر الى اشياء اخرى. زين.